بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من نوافذ. وما زالت نوافذنا من وحي الشام وخطواتنا إلى رموزه تقترب. حلقة اليوم مع شخص موسوعي وعالم متفنن وباحث متجدد، سنبحر معه في العديد من العوالم والعلوم، ونقف مع ذكرياته في الطفولة في سوريا وحتى هذه اللحظة حيث يعيش القضية السورية، مرورا بذكرياته الجامعية في دمشق والأزهر وطرابلس وقبلها في دبلن. هذه المحطات وغيرها مع ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي والأستاذ الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بكليات الشريعة وأصول الدين. باسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء نرحب به، فأهلا ومرحبا شيخنا الكريم. بارك الله بكم ونفع بكم. أهلا وسهلا بكم يا أخي. أنا ذكرت في المقدمة أننا سنبدأ هذه الرحلة معك شيخنا بالذكريات القديمة. نعم. فما الذي يستحضره الآن الدكتور محمد من ذكريات الدراسة في الابتدائية والطفولة تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أخي الكريم، الحقيقة أن الطفولة لها دور كبير في مستقبل الإنسان. ثبت علميا أن الطفل الذي يتلقى تدريبات وخبرات ومهارات وتوجيهات ورعاية من السنة الأولى إلى السنة السابعة، هذه أخطر سنوات حياته، فكل عاداته وتقاليده وأساليبه في الحياة يمكن أن تشكل بين هاتين السنتين، أول السابعة، وبعد هذا التاريخ التأثير ضعيف جدا. لذلك أخطر مرحلة في التعليم التعليم الأساسي. فحينما نهتم بعلماء أو بمدرسين فطاحل لهذه المرحلة نكون قد كسبنا شبابنا. الأمة بشبابها، الأمة بهذه الفئة الناضج الواعية المندفعة، في طاقة وفي حكمة. الحكمة يملكها الشيوخ، صحيح، والطاقة يملكها الشباب، فلا بد من تعاون بين حكمة الشيوخ واندفاع الشباب. يا سلام. والحقيقة وأنا أقولها بشكل صريح، يعني أية أمة تعتني بشبابها لها مستقبل كبير. أقول كلمة أخرى، هذا الشاب ماذا ينبغي أن نؤمن له؟ فرصة عمل فقط، ومسكن وزوجة، عندئذ يعطينا كل شيء. أعطي هذا الشاب حاجاته الأساسية، الاستقرار، وخذ منه كل شيء، أعطه حاجاته الأساسية. لكن شاب ينشأ في مجتمع لا في أمل بعمل ولا أمل بمسكن ولا أمل بزواج، هذا إنسان قد يتطرف تطرفين، تطرف تفلتي، تطرف تشددي. تفلتي وتشدد. إباحي، تشددي تكفيري. فهو في حينما يشعر الشاب بالإحباط، حينما يرى أن أساسيات حياته غير متوافرة في مجتمع ما، فهو أمام تطرفين، تطرف تفلتي إباحي بصير، أو تطرف تشددي. وهذا ما تعانيه الأمة، إما فئة من الشباب تطرفت تطرفاً تفلتياً، أو فئة أخرى من الشباب تطرفت تطرفاً تشددياً. ونحن بحاجة إلى الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي الكريم. أنا حتى كلمة إسلام وسطي أرفضها، بس أنا مضطر أن أستخدمها، يفهم الناس. في الأساس الإسلام منهج كامل من عند الله عز وجل، توقيفي معنى توقيفي لا يضاف عليه من عند الله. لو أضفنا على الإسلام شيئاً هذا اتهام له بالنقص، صحيح، ولو حذفنا منه شيئاً اتهام له بالزيادة. لكن لو سألتني ألا نستخدم كلمة التجديد في الدين؟ نعم نستخدمها كثيراً. فماذا تعني؟ تعني أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. هذا هو التجديد، أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. كيف مما ليس منه؟ أن نعيد الإسلام إلى
نقائه إلى صفائه إلى أصوله الأساسية الكتاب والسنة في إضافات 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 غيرت مساره، بل غيرت لونه. انظر إلى النار في منبعه وانظر إلى النار في مصبه. صحيح. فلا بد من أن نرجع إلى أصول هذا الدين الكتاب والسنة. ما شاء الله شيخنا، تمسكنا بهما لا يمكن أن نخفق في حياتنا. أنت ما شاء الله أبحرت بنا مباشرة في بداية اللقاء هذا. إحنا يعني خلينا في البداية نستكمل هذه الذكريات وندخل في صلب القضايا هذه. أنا أعود معك أيضا من ضمن الذكريات، الوالد كان ما شاء الله تبارك الله من مشاهير العلماء. والدي كان عالم من علماء الشام. كيف كان تأثير الوالد عليك؟ والله أنا يعني توفي كان عمري 5 سنوات. أذكر أنه أخذني مرة إلى ثانوية مهمة في دمشق ليحضر حفل تخرج أخي الكبير، هي أذكرها. نعم. أذكر موقف آخر أما لا أذكر أكثر. لكن ترك لك إرثا كبيرا. نعم. من المكتبات. له أولا له سمعة طيبة جدا، والإنسان بيعيش أحيانا بسمعة أبيه. أينما سرت في الشام هناك من يترحم على والدي، هذا كنز كبير يعني أشعر بقيمته. الأب الصالح يعطي أولاده سمعة صالحة. فأنا أينما تحركت في الشام كنت أسمع ثناء على والدي، ثناء كبير جدا. هذا شيء أنا أعده مكسب من مكاسبي. نعم. هل المكتبات اللي تركها لكم فيما بعد كانت هي السبب في توجهك للعلم الشرعي وطلب العلم؟ والله أنا في سن مبكر جدا أطمح أن أكون عالما إسلاميا. من الصغر؟ يعني أنا واقف على منبر وأخ مصورني وأنا أخطب، كنت صغير جدا، هذا طموح قديم. فأنا بقول يعني الإنسان أحياناً إذا كان له بدايات محرقة له نهايات مشرقة. أيام الإنسان بوقت مبكر من حياته له طلب. وآتاكم من كل ما سألتموه، ما في إنسان ما عنده طلب. هذا الطلب أفصح به أم لم يفصح يعلمه الله عز وجل. والآية الكريمة وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني أنا بقول إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. أقول لك كلمة، سر وجودنا في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يعطينا في الدنيا سؤلنا، من هو البطل الذي يختار عمل عظيم تطور كبير، يختار أن يكون لبنة في بناء أمته. فهذه النوايا الطيبة تترجم إلى أعمال. أنا لا أقصد نفسي إطلاقاً، أقصد أنا أخاطب الشباب. أي شاب يفكر في خدمة أمته، في خدمة مجتمعه، في تقديم نقلة نوعية لأمته، هذا الشاب أنا أطمئنه الله عز وجل يحقق مراده. سيدي عظماء العالم الذين تركوا آثار واضحة جداً في مجتمعاتهم كانوا صغاراً. لماذا ترك هؤلاء وحدهم هذه البصمات؟ لأن هؤلاء أرادوا أن يقدموا لأمتهم شيئا. الله عز وجل كما يقال في اللغة الدارجة رب النوايا. صحيح. فأنت إذا أردت خدمة أمتك الله عز وجل يسيرك إلى ما تطمح إليه. يعني أنت مسير لما اخترت. لا، الإنسان مخير قطعا. إذا ألغينا الاختيار ألغينا الثواب، ألغينا العقاب، ألغينا المسؤولية، ألغينا حمل الرسالة، ألغينا كل شيء، ألغينا الجنة، ألغينا النار. إن ألغيت الاختيار، لأنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صحيح. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. عقيدة الجبر عقيدة أهل الشرك. فأنت مخير، ولولا أنك مخير لا يثمن عملك إطلاقا. صحيح. ولا معنى للجنة والنار، ولا معنى للثواب والعقاب، ولا معنى لحمل الأمانة. كل هذه المعاني الكبرى التي جاء بها الدين تلغى إذا توهم متوهم أن الإنسان مسير. هو مسير بس لما اختار. لما اختاره. الفعل فعل الله والانبعاث من الإنسان. أنا أملك الانبعاث إلى الشيء، أملك أن أقوم لأصلي، أما القوة في أداء الصلاة من الله عز وجل. بس هو أعطاني إياها
لأنني انبعثت إلى الصلاة. فالاختيار لا يمكن أن يلغى، وإذا ألغي ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلى بالماء، كلام ما له معنى إطلاقا. فأنت مسير لما اخترت، مسير يعني يعطيك القوة لتحقيق ما الذي اخترته. وأنت اخترت من الصغر أن تكون، أو على الأقل كان من الطموحات أن تكون داعية وطالب علم. يعني أبي صورة وأنا في صف الثامن أخطب على منبر، صورة طبعا هذه الصورة أذكرها كثيرا. هذه جميل لو حصلنا على نسخة منها دكتور محمد. إن شاء الله يعني يشوفها حتى المشاهد الكريم إن شاء الله. فهي القصة أنه الإنسان حينما يخطط، أنا أقول كلمة دقيقة، إن لم تخطط يخطط لك، يخطط عليك. إما أن تكون رقما صعبا في خطة عدوك، أو أن تكون رقما تافها في خطة عدوك. فلا بد من أن نخطط، والله عز وجل وزع الطاقات والقدرات والذكاء على خلقه جميعا بالتساوي. لكن الدول المتقدمة تستثمر هذه الطاقات العالية وتوظفها لخدمتها. طيب. والدول الأخرى قد تقمع هذه الطاقات العالية فتقع في تخلف مزدوج. طيب. التحقت فيما بعد بالدراسات الجامعية، يمكن كانت البداية مع قسم اللغة العربية بكلية الآداب. أنا اخترت هذا الفرع أولا أحبه، اللغة العربية. أنا أحب اللغة العربية، يعني أرى أن هذه اللغة لغة الآباء والأجداد، لغة القرآن، يعني لأن الله اختارها لكلامه هذا وسام شرف لها. صحيح. والحقيقة أنه العربية واسعة جدا في التعبير، يعني مثلا نظرة واضحة، رأى قد تكون قد تعني رؤية قلبية، رأيت العلم نافعا، استشرف تمطى، استشف استخدم يديه، رنى مع المتعة، شخص مع الخوف، 50-60 فعل لنظرة من مرادفات نظرة. فهذا اسمه في اللغة العربية بل في فقه اللغة اتساع العربية في التعبير. يا سلام. يعني مثلا لو أعطينا رسام لون أبيض وأسود ارسم هذه اللوحة، اللوحة محدودة جدا، إنه في بيت عليه أرميد أحمر، في حقل أخضر، في وردة مثلا صفراء. صفراء. فكلما كثرت الألوان التي يملكها هذا الرسام ارتفع مستوى اللوحة. صحيح. فلذلك الله عز وجل أعطانا هذه اللغة. الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. لماذا جاء تعليم القرآن قبل خلق الإنسان؟ بالقرآن. هل هذا ترتيب زمني؟ لا، مستحيل. مستحيل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، هذا ترتيب رتبي، بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى له أصلا من دون منهج يسير عليه. أعطاك مقومات الوجود ثم دلك عليه. لذلك أنت تتمتع أيها الإنسان بنعمة الإيجاد، موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، أمدك بالحياة بالقوة، ونعمة الهدى والرشاد. يا سلام. فنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، فهذه من أعظم النعم. نعم. يا سلام. أيضا أكملت دراستك العليا في جامعة دبلن. نعم، دمشق أولا، جامعة دمشق. هذه رسالة الماجستير أو الدكتوراه؟ لا، نلت الليسانس في آداب اللغة العربية وعلومها. ثم نلت دبلوم عامة في التربية، ثم دبلوم خاصة من لبنان تسمى الماجستير عندهم، ثم الشهادة التي أخذتها في تربية أولاد من دبلن. طيب، هذا اللي أود أن أقف معه. نعم. عنوان الرسالة البحثية تربية الأولاد في الإسلام. نعم. نعم. من جامعة دبلن الأجنبية. نعم. نعم نعم. ليش كان الاختيار لهذه الجامعة الأجنبية والموضوع إسلامي؟ والله عربي. أنا معي دبلوم أول دبلوم ثاني، فهذه الجامعة اعتبرت هذه الدبلومات كالماجستير، فانتقلت الدكتوراه مباشرة، يعني بأسباب متعلقة بتوفير الوقت والجهد. نعم. ليس اختيارا منك، يعني انت اضطررت. نعم. اليها. نعم. طب ما الفرق بين هذه التجارب في الدراسات في لبنان وفي دمشق وايضا في دوله اجنبيه كدبلن؟ يا اخي الكريم، لا شك انه اي موضوع اسلامي علماء المسلمين اقوى
بآلاف المرات من علماء آخرين، لكن عندهم شيء يتفوقون به، منهج البحث في العلوم. في عنا علوم، معلومات، دقائق، جزئيات، مقدمات، نهايات، هي معلومات. أما الدول الأجنبية تتمتع بمستوى عالي جدا من طريقة البحث. طريقة البحث هي أهم ما في العلم. أنا أقول أعبر عن هذه الطريقة بمصطلح يعني قريب من حياتنا، منهج التلقي. اسأل مثقف، هل عندك مقياس للحقيقة؟ هل عندك مقياس لما ينبغي أن تتعلمه أو أن ترفضه؟ شيء دقيق جدا. فنحن نؤخذ بمصطلحات، مثلا كاتب أجنبي أمريكي اسمه سومرست موم بيقول سحر الكلمة المطبوعة. فنحن إذا رأينا كتاب مطبوع نظن كل ما فيه صحيح، وقد يكون العكس هو الصحيح، وأتلقى كل شيء فيه. نعم، هذا خطأ. فأنا متى أكون مثقفا؟ إذا في عندي منهج تلقي، في عندي مقياس. يعني أنت فت لغرفة فيها 1000 قطعة لونها صفراء، قسم من الأقطاع ذهب 24، في ذهب 21، ذهب 18، ذهب 11، وفي نحاس. فالبطولة أن أملك مقياس تمييز أميز الذهب 24 ولا حتطلع بالنحاس، فهذا وإلا بطلع بالنحاس. فالبطولة أن أملك المقياس. أنا حينما أعطي طالب العلم مقياس أو منهج تلقي يعرف ماذا ينبغي أن يأخذ وماذا ينبغي أن يرفض. يعني ما المقياس الذي يملكه طالب العلم كي يرفض؟ ما المقياس الذي ينبغي أن يملكه طالب علم بمعنى أن يأخذ؟ ماذا ينبغي أن تأخذ وماذا ينبغي أن تدع؟ هذا هو المقياس. دكتور، تهتم كثيرا بموضوع النسب، ووضعت حتى الشجرة الخاصة بك في الموقع، وهل هذا يعني الاهتمام هو نابع كونك حفيدا لعمر بن الخطاب؟ والله أنا أرى أن النسب لا قيمة له إطلاقا مع الكفر. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. إلا أنه إذا إنسان كان الله أكرمه بالإيمان، والنسب تاج يتوج به رأسه، يعني النسب لا يزيد عن تاج يزين به رأسه إذا كان مؤمنا في الأساس. صحيح. والدليل تبت يدا أبي لهب وتب. لكن أنت في نسبك تصل إلى عمر نعم بن الخطاب. نعم، وعندي الشجرة الكاملة ما شاء الله تبارك الله مخطوطة. كيف بحثت عنها وصلت للمخطوطة هذه؟ والله عند والدي موجودة. كانت موجودة من السابق. هي ورق قديم جدا بخط يد خطاط وطويلة من هنا إلى هنا تقريبا، يعني لو جبناها ما تكفي الطاولة هذه. لا بتكفي. طيب دكتور، أيضا عينت خطيبا لجامع جدك. نعم. الشيخ عبد الغني النابلسي. قصة هذا الجامع، كيف وصلت إلى هذا الجامع خطابته؟ يعني هو بناه الشيخ عبد الغني النابلسي، هذا عالم جليل بمستوى الإمام الشافعي، هذا عالم جمع بين علم الحقيقة وعلم الشريعة. والحقيقة في عنا علم شريعة، وعنا علم طريقة، وعنا علم حقيقة. فجمع هذا العالم الجليل بين هذه العلوم الثلاث، علم الشريعة وله كتب في الشريعة، وعلم الطريقة إلى الله، وعلم الحقيقة. فيتميز بمؤلفات، ترك 220 مؤلف، وبعض هذه المؤلفات 40 أو 50 طبعت، بعضها الآخر لا يزال مخطوطا. هو عالم كبير جدا. نعم. وميزته أنه جمع بين علم الشريعة وعلم الحقيقة، وكلا العلمين لا بد منهما. نعم. أيضا من ضمن مشاريعك يا دكتور، يعني كنت تعتزم أن تقوم بمشروع وهو بناء مجمع لتخريج جيل من الشباب المسلم على قدر كبير من الوعي والإيمان، وقد تحقق من فضل الله، وكان هذا المعهد الذي. نعم. هو الآن موجود. يعني هو هل هذا الطموح النهائي أو هذا في؟ لا لا، أطمح بكليات كليات جامعية بعدها ما شاء الله. هذا البناء الحقيقة أكرمني الله به، صدقا ولا أبالغ، طموحي الوحيد كان إنشاء معهد شرعي. لماذا؟ أرى أن الدرس العام بالمساجد في أمي وفي مثقف ثقافة عالية وفي متعلم، لكن هذا الدرس العام ما بيخرج علماء، بيخرج مستمعين للعلم. أما حينما يكون هناك معهد شرعي، أنا أخرج دعاة إلى الله. سيدي، أزمة العالم الإسلامي لا في
مضمون الدين المضمون توقيفي، لكن انتهي. في طريقة عرضه في الخطاب الديني، إذا نجح الخطاب الديني أقنع غير المسلم، وإن لم ينجح رفضه المسلم. القضية خطيرة جدا، يعني نهضة هذه الأمة منوطة بالدعوة، يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. أنا أرى من خلال قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني بنص هذه الآية لا تجد من بين البشر من هو أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. بالمناسبة الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله من دون استقامة لا تقدم ولا تؤخر، لأنه إبليس كان مؤمنا، قال له ربي فبعزتك، آمن به ربا آمن به عزيزا وخاطبه هكذا، قال له أنظرني إلى يوم يبعثون. لكن إبليس ما عظم الله عز وجل، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الآن دقيق، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ضع تحت كلمة عظيم 10 خطوط. فالإيمان بالله موجود عند معظم الخلائق ولا يكفي، ولا يكفي، لابد من الإيمان بالله العظيم. أنا أقول كهذه الدائرة، خارج هذه الدائرة الملحدون، دعك منهم، أي واحد قال لهذا الكون إله ضمن الدائرة، بس ما لم يطبق منهج الله لا ينتفع من انتمائه لهذه الدائرة. ففي دائرة ثانية داخل هذه الدائرة هؤلاء الملتزمون، وفي نقطة هذه الدائرة الأنبياء المعصومون. فالإنسان حينما ينتمي لهذا الدين ولا يطبق منهج الله عز وجل لا ينتفع به إطلاقا. هذا الدين لن تغلب أمتي، لن، من 12,000 من قلة، المسلمون 1,800,000,000. والحقيقة المرة أنا أراها أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح، ليست في العالم اليوم كلمتهم هي العليا، للطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. معنى ذلك أنهم، لأن الله عز وجل أقول زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هل نحن مستخلفين؟ لا. هل نحن مستخلفون؟ لا. هل نحن ممكنون؟ لا. هل نحن آمنون؟ لا. إذن أين العلة؟ يعبدونني. فإذا قصر الطرف الآخر فيما عليه من عبادة ربه فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث، هي الحقيقة المرة في اشتراط إذن التي هي أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. هذه المعاني دكتور محمد دائما ما تركز عليها في دروسك ومحاضراتك. نعم. بإيصال هذا المفهوم أنه نعم. التربية والإيمان هي مهمة وكذا وإلى نعم. غير ذلك. لكن هناك من يقول أنه رغم هذه السنين التي تقدمون من خلالها هذه المعاني الواقع لم يتغير، كيف ترد على مثل هذا الكلام؟ الرد سهل جدا، أنا حينما درست لثلاثين عام تقريبا فعلي إخوة يستمعون دروسي، هؤلاء لا يشكلون أغلبية في السكان، يعني الذين يستمعون للحق ويلتزمون به ليسوا أكثرية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك أكبر خطر، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، هذه ولت، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. فالإنسان إذا اشتهى شيئا بخلاف المنهج فقد أشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هو؟ فحينما يخضع المسلمون لأهوائهم ولمصالحهم ولا يعبؤون بالنصوص، دقق في هذه الكلمة، يعني نحن في اللغة في عنا أشد صيغة للنفي، وما كان الله ليفعل كذا، هذا نفي الشأن، قد
اسأل إنسان هل أنت جائع؟ يقول لا. إذا إنسان محترم وقلت له هل أنت سارق؟ ما في إلي لا، بلي ما كان لي أن أسرق، هذا مستحيل، مستحيل تصوره، مستحيل فعله، مستحيل أن أرضى به، مستحيل أن أدعمه. ما في الشأن من في 12 فعل تقريبا، هذا أشد أنواع النفي. الله ماذا قال؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد. يعني ما دامت سنتك يا محمد قائمة في حياتهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في اختيار زوجاتهم، في تربية أولادهم، في أعمالهم، في علاقاتهم، في أفراحهم، في أتراحهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا عذبنا معنى ذلك النبي الكريم ليست سنته مطبقة في حياتنا، فإذا طبقنا سنته نحن في مأمن من عذاب الله، في مأمن قطعي. ومرة ثانية بقول لك زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. لكن دكتور لماذا لا تجد هذه الدعوة قبولا عند الشباب والأجيال الجديدة؟ الاتجاه هناك انحسار يعني كبير عن هذه المفاهيم يعني والمعاني. العبد الفقير اللي موقع بالإنترنت كان دخله باليوم مليون إنسان باليوم، شو قوله؟ مليون يوميا. هذا الدخول، لكن ما مدى التأثير؟ السحب، التأثير على هذا الكلام. 950 ألف ملف يسحب يوميا منه، فأنا قدمت أقصى ما أستطيع. إن علي للبلغ. أنا هذا الذي علي. نعم. طيب. عموما الحديث مستمر دكتور، أنا أستأذنك فقط أن نقف لفاصل ثم نواصل الحديث. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث مع الدكتور محمد راتب النابلسي، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام أينما كنتم. لمن انضم إلينا الآن، نحن في هذه الحلقة من نوافذ مع ضيفنا العزيز الداعية الإسلامي وأستاذ الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بكليات الشريعة وأصول الدين الدكتور محمد راتب النابلسي. باسمكم جميعا أجدد الترحيب به، فأهلا ومرحبا. بارك الله بكم كثيرا. أهلا وسهلا دكتور. نعم. توقفنا في الموضوع اللي قبل الفاصل عن موضوع الدعوة التي تقدم للناس ومفاهيم اللي أنت تحرص على إيصالها للناس وزرعها عند الشباب والمعاني الإيمانية والروحانية. نعم. وذكرت أنه في أعداد كبيرة تصل مليونية تدخل للموقع الشخصي، وأعداد أيضا بمئات الآلاف تقوم بإنزال هذه المواد على أجهزتها. نعم. طيب بما أنه الأعداد هذه الكبيرة كما تذكر، لماذا لا نرى ردة الفعل الحقيقية الاستجابة لهذه النداءات؟ والله أنا أتوقع وأعتقد يقينا أن هناك عدد كبير جدا انتقل من الضياع إلى أنه وجد نفسه، هذا شيء ثابت جدا، بس قد لا ينتقل هذا إلى السطح الخارجي كليا. أما في التزام كبير جدا بالشباب، في التزام بالفتيات، يعني أثر الدعوة، دعوتي ودعوة الآخرين حتى أكون معك دقيق، فالدعوة إلى الله في الشام نامية جدا، هذه الدعوة النامية أثر في الشباب، الالتزام في الشباب. لكن بشكل أو بآخر حينما قال الله عز وجل يخاطب النبي الكريم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فمعنى ذلك أنه عمر الإنسان أقل من عمر التطورات الكبيرة في المجتمع. يعني أحياناً لو أنه رمضان يأتي في الصيف كل 36 سنة، فإذا واحد عاش 20 سنة لا يتاح له أن يرى رمضان في الصيف مثلاً للتقريب يعني. نعم. فالتطورات الكبيرة في المجتمع أطول من عمر الإنسان، لذلك أنا علي أن أقدم على الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. فإما نرينك، يخاطب النبي الكريم، بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فأنا علي أن أقدم وعلى الله الباقي. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. لكن يعني الشيء الملموس أنه في بدمشق من فضل الله يعني عدد فلكي من الشباب الملتزمين والفتيات الملتزمات، هؤلاء الشباب والشابات ثمرة لهذه الدعوات الصالحة. يعني أثر المسجد قوي جدا، هذا نراه في المناسبات، نراه في الطرقات، نراه في الجامعة، يعني المحجبات عدد كبير جدا،
ويتنامى هذا العدد والشباب كذلك. طيب يعني قبل لأنه عفوا فضل. لأنه كل طرح وضعي لم ينجح. السبب نجاح الدين أنه الملجأ الأخير. طروحات التي طرحت في هذه العقود السابقة لم تعطي الإنسان حاجته من السلامة والسعادة. لم يبقى في الدين، لم يبقى إلا الدين هو الملجأ الوحيد والأخير. فلذلك حينما يئس الناس من صلاح ذات بينهم، من صلاح حياتهم عن طريق الأنظمة الوضعية، فعادوا إلى الدين، عادوا إلى الدين متيقنين أن الدين فيه الحل الكامل والأمثل. طيب قبل أن ندخل إلى ملف الثورة السورية، وهو من أهم الحقيقة الملفات التي يجب أن تطرح على ضيوفنا في على الأقل وإحنا موجودين في عمان، أستبق هذا الملف بسؤال. هذه المشاريع الدعوية والإصلاحية التربوية لهذه الأجيال الجديدة التي كانت في دمشق كما ذكرت، هل كانت تلقى قبول على الأقل عند النظام السابق؟ كان إذا ما كان في قبول أو كان تيسير أو غض الطرف عنها؟ هو النظام السابق ما دام هذه الدعوة لا تمس مصالحه ولا تنافسه على مكتسباته يتساهل معها، يغض الطرف. يغض الطرف، هذا حقيقة شيء واقع. يعني الدعاة يتحركون بحرية كبيرة جدا، هناك خطوط حمراء، فما دام هذا الداعية لم يقترب من هذا الخط الأحمر، أي لم يصل إلى النظام ولا ينافس هؤلاء على مناصبهم على مناصبهم، فالقضية سهلة. نعم. فالدعوة كانت يعني متاحة، يعني غير مضيق عليها. الآن المشروع مستمر في دمشق؟ نعم، حتى في ظل وجود الثورة والقتال المشروع كما مستمر. هو المشروع إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. أيضا دكتور أنت مهتم بالإعجاز العلمي كثيرا في كليات الشريعة، كيف أتى الاهتمام هذا؟ والله أنا أعتقد يقينا أن هذه المادة، مادة الإعجاز، هي الوحيدة التي بإمكانها أن تقنع الطرف الآخر. الطرف الآخر مؤمن بالعلم فقط، فإذا رأى أن حقيقة علمية حديثة اكتشفت وهذا الاكتشاف إنجاز كبير، ثم تأتي آية نزلت على النبي الكريم قبل 1400 عام تؤكد هذه الحقيقة، هذا أكبر دليل على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. يعني مثلا أول رحلة فضائية للقمر، رائد الفضاء بعد أن تجاوزت مركبته 65,000 كيلومتر، هذه طبقة الهواء، بعد أن تجاوزت مركبته 65,000 كيلومتر هي طبقة الهواء، صاح بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. سبحان الله. وكان بوكالة الفضاء بفلوريدا عالم مصري كبير فاروق الباز، سمع كلمة الرائد بأذنه وقالها في كتاب: لقد أصبحنا عميا. طيب ما الذي حصل؟ لما تجاوزت مركبة الفضاء طبقة الهواء التغى تناثر الضوء. ما التناثر؟ أشعة الشمس حينما تسلط على ذرات الهواء، هذه الذرات تعكسها إلى مكان آخر، ففي بالأرض مكان في أشعة الشمس مكان في ضوء الشمس. الأرض مضيئة في النهار بس مو كل مكان في أشعة الشمس، صحيح. هذا اسمه تناثر الضوء. فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء صاح رائد الفضاء بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. الآن افتح القرآن: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سبحان الله. بل نحن قوم مسحورون. الله أكبر. واضحة. حينما تجري معركة بين الفرس والروم في وادي الأردن، في الطبقة، في المكان الذي ينخفض عن سطح البحر 600 متر، هي أعمق نقطة في الأرض، تأتي آية قرآنية يقول الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض. سبحان الله. هذا مكان البحر الميت، أخفض نقطة في الأرض قاتمة 600 متر تحت سطح البحر، تجي آية قرآنية مثلا: وعلى كل ضامر يأتينا، كل فج، ما قال عن بعيد، العميق، إنه كرة الأرض.
فكلما المسافة ازدادت صافي زاد عمقا عمق مش بعد وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. بعد ما تطور علم الأجنة تطور رائع جدا تبين أن الذي يحدد جنس الجنين ليست البويضة لكنه الحوين. تفتح القرآن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. سبحان الله سيدي في آلاف الآيات. هذه المفاهيم هي اللي حفزتك لي طبعا لي كتاب الإعجاز من فضل الله طبع 20 طبعة بسنة ونص تقريبا ما شاء الله. الإعجاز يقنعك إقناعا قطعيا أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. يزداد اليقين أبدا. فأنا أعتقد ما ممكن ما في مادة علمية تقنع الغرب تقنع الطرف الآخر بعظمة هذا الدين إلا الإعجاز. الله أكبر. نعم. أيضا لديك موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية، هل نعم. تسعى دكتور من خلال هذه الموسوعة أنه تكون على غرار الموسوعات الكتبية؟ والله أتمنى وهي الآن في الطريق إلى هالشيء. الموقع الآن نعم. تكتمل تقريبا نعم في حوالي 400 ألف صفحة تقريبا ما شاء الله تبارك. عدد كبير جدا نعم. اللي يعمل على هذا الموقع شخص يكون كريم فقط ولا عدد كبير؟ لا في فريق عمل كبير. طيب تشارك دكتور في كثير من المؤتمرات والمحاضرات والندوات يمنة ويسرة في شتى المجالات والموضوعات نعم. هل أنت تركز على أن تكون مثال للعالم الموسوعي وتبتعد عن العالم المتخصص؟ والله أنا حينما أسافر للغرب لا أستخدم النصوص أبدا. عجيب. أستخدم الأسلوب العلمي فقط الدليل. الإنسان الغربي يحتاج إلى الدليل العلمي لا يحتاج إلى نص لأنه أصلاً لا يؤمن بهذا النص. فأنت حينما تخاطب إنسان لا يعبأ بالنص بالوحيين خاطب العلم فيخضع بالمادة بالمادة. فأنت يجب أن الحقيقة أنه الدعوة قضية معقدة جداً. هذا الذي أمامك في عنده خطوط دفاع بطولتك أن تخترق هذه الخطوط. كل واحد منا عنده خطوط دفاع فإذا جاءت فكرة خلافاً لمعتقداته رفضها. بس أحياناً الإنسان الذكي بيتسلل عبر خطوط الدفاع. فالغربي حينما تتحدث بالنص يرفض دعوتك أقول لا. يجب أن تتحدث بالعلم وأن تأتي بالأدلة والبراهين الصحيحة لتأكيد فكرتك. بهذه الطريقة تقنع الرجل الغربي. أنا أرى أنه المادة الأولى التي يمكن أن تقنع الغرب الإعجاز العلمي. الغرب يؤمن بالعلم إيمان لا حدود له. فإذا رأى أنه حقيقة علمية دامغة صحيحة أتى بها نص قرآني قبل 1400 عام هذا شيء دليل قطعي مقنع مفحم أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. طيب بعيدا عن المناظرات الغربية والمشاركات الغربية في شتى المجالات الموجودة في العالم الإسلامي، هل أنت مع فكرة العالم الموسوعي أو مع فكرة العالم المتخصص؟ والله أنا رأيي ثالث. ما هو الرأي الثالث؟ تعلم كل شيء عن شيء اختصاص وشيء عن كل شيء. تعلم كل شيء عن شيء اختصاص وشيئا عن كل شيء. يعني أنت الآن أنت كداعية إذا كان سمع واحد مواطن بالأخبار تعويم العملة وإذا سألك يجب أن تقدم له إجابة. فلما تكون مطلع على ما يجري حولك مطلع على المذاهب التي تنافس الدين مطلع على طروحات غير المؤمنين مطلع على الدفاع القوي فالاطلاع يعطيك قدرة على الإجابة عن أي سؤال. عفواً الإنسان حينما يرى عالم يعتلي منبر يظن به العلم. فإذا جاء السؤال والعالم لم يستطع أن يجيب في عنده مشكلة. فأنا بقول للدعاة لا بد من أن تتعمق في ثقافة العصر لا بد من أن تعلم ماذا يجري حولك فلا بد من أن تتعلم كل شيء عن شيء تختص به أنت ولا بد من أن تعرف شيئا عن كل شيء. جميل جميل. الثقافة الموسوعية يعني أنا أريد الموقف الثالث أن أجمع بين الثقافة الموسوعية وثقافة الاختصاص. جميل. اسمح لي أنه أنقل لك بعض الملابسات أو التهم إذا أردنا أن نسميها. نعم. من أبرزها أنه شخصك الكريم يتهم بالتصوف
هذا الاتهام الأول. أنا أسأل لماذا يتهم كثير من العلماء السوريين في سوريا بهذه الأمور؟ لماذا الاتهام بالتصوف عادة؟ الحقيقة أنا أولا أنطلق من أنه لا يجوز أن أحدث في الدين مصطلحا جديدا. التصوف مصطلح لم يكن من قبل. هل ورد هذا التصوف في حديث النبي الكريم؟ فالنبي جاء بالإسلام الصحيح. دقيق، هذا الإسلام الصحيح المتوازن الذي جمع بين الدنيا والآخرة وبين قيم المادة وقيم الروح، هذا الإسلام المتوازن عاشه النبي الكريم. الآن لما اهتم العلماء اهتماما مبالغا به بأحكام الفقه فقط ولم يهتموا بأحوال القلب والتزكية، فظهر الصوفيون ردا على اهتمام الفقهاء بالأحكام الفقهية فقط. فلما شطحوا وتجاوزوا الحدود جاء الطرف الثالث ليرجع إلى الكتاب والسنة. هي عملية باب مروحة. فبمرحلة كان هنا هذا المكان ليس مكانا وسطيا لهذا الباب، فانتقل لهذا المكان، المكان الثاني، عاد إلى هذا المكان. فنحن من موقف نؤكد فيه الفقه الإسلامي فقط ثم نؤكد التزكية فقط، لا، الإسلام يجمع بين الفقه والتزكية. لا بد من أن نعود إلى منهج النبي لأنه كامل. لذلك أنا أقول النبي الكريم له سنة معروفة، أقواله سنة وأفعاله سنة وإقراره سنة، بس أنا أضيف للنبي الكريم سنة رابعة، سنة دعوية. كيف دعا؟ كيف دعا إلى الله؟ كيف عاشر أصحابه؟ كيف عاملهم؟ كيف اجتمع بهم؟ كيف أقنعهم؟ كيف كان موقفه منهم؟ هي سنة أخرى دعوية. وما لم يقلد الدعاة رسول الله في دعوتهم إلى الله لن ينجحوا. لكن أنت تنفي هذا الاتهام؟ تنفيه تماما؟ أبدا. طيب أنا مع الأصلين للإسلام، الكتاب والسنة. أيضا من ضمن الملابسات دكتور في خطاب وجهته على موقع اليوتيوب حيال رأيك في موضوع الثورة السورية. حيال هذا الموضوع رغم أنك لم تكن مع النظام لكنك لم تحبذ وتحرص على دعوة الناس للتظاهر. والله أنا كنت حريصا، حرصا لا حدود له على حقن الدماء. فأنا كنت أتمنى أن تحقن الدماء. فلما الدماء سالت بغير حساب لا بد من أن أدعم هؤلاء السوار. لكن بعضهم قد يعتبر هذا تأخر لدور العلماء في دعم مثل هذه الأزمات والمآسي. والله العلماء الذين يعيشون في سوريا يعرفون ذلك، أما الذين عاشوا خارج سوريا بعيدون عن حقيقة ما يجري. أنت تعتقد أنه ما كان في إجماع سابقا على موضوع الخروج للتظاهر؟ هو أنه سيدي في معطيات معقدة جدا. يعني دائما بيقول سيدنا عمر ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر. دقيق. ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. أنا أدافع عن علماء الشام بأنهم اختاروا أهون الشرين. طيب ألا تعتقد أيضا دكتور أنه دفع الظلم يبدأ بمبادرات فردية شجاعة قبل أن تكون مبادرات جماعية؟ الذي حصل، هذا الذي حصل، الذي حصل كان في مبادرات فردية شجاعة جدا والعلماء باركوها ووقفوا معها. طبعا دكتور خرجت أنت أيضا من سوريا بعد بدء الثورة السورية بفترة. نعم. هل خروجك من دمشق ومن سوريا بشكل عام كان نتيجة لضغط مثلا؟ كان هناك خوف من النظام السوري؟ لا، ما في خوف، لئلا أقول كلمة ألغي بها دعوتي، كلام صريح. لئلا أقول كلمة في أجهزة الإعلام ألغي بها دعوتي، فإن لم تكن الكلمة محقة أنا أدفع الناس إلى التشكيك بدعوتي ل35 عاما. أنت فضلت الدعوة على القتال والجهاد. نعم. طيب أيضا شيخنا الكريم، يعني الآن ضمن الملف السوري والثورة الآن هناك تعددية في الجهات والتوجهات الإسلامية المتواجدة الآن في الداخل السوري،
كيف ترى هذه التعددية؟ هل تؤمل عليها فيما بعد؟ أنا أرى أن الطرف الآخر وضع المسلمين جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم، وضعهم جميعا في سلة واحدة، فينبغي أن يقفوا جميعا في خندق واحد. ما دام الطرف الآخر وضع المسلمين على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم وضعهم جميعا في سلة واحدة وحاربهم جميعا، ينبغي أن يقف المسلمون جميعا على تنوعهم واختلاف توجهاتهم في خندق واحد. هذا أثناء الحرب. نعم. لكن إذا بإذن الله تم النصر للأحرار في سوريا وعادت سوريا إلى أهلها، نعم، ما الذي تؤمله أنت من بلاد الشام؟ في هذا الموضوع متفائل، في تفاؤل حقيقي. أنا أرى أن سوريا إن شاء الله بعد انتهاء الثورة هي سوريا لا نعرفها سابقا، سوريا أخرى فيها قيم حضارية عالية جدا، فيها قيم دينية عالية جدا، فيها تعاون عالي جدا، في أمراض ارتحنا منها كليا، في أمراض أنا متأمل تأمل كبير بعد الثورة أن نرتاح منها، وفي قيم، في خير كامن ظهر وفي شر كامن ظهر. الحقيقة هي الثورة كشفت حقائق البشر، لذلك قال لا تكرهوا الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين. لا تكرهوا الفتنة فيها حصاد المنافقين. فالحقيقة الثورة كشفت حقائق الناس، كشفت مواقفهم، كشفت بطولاتهم، كشفت خذلانهم للحق، كشفت تآمرهم، كشفت نفاقهم. لا تكرهوا الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين. تعتقد أيضا دكتور أنه السيطرة الآن الموجودة من قبل الجهات المتعددة في الداخل السوري في الجيش الحر وغيره، هذا التكاتف الذي جمعهم أثناء القتال سيستمر حتى بعد أن تنتهي هذه المعركة؟ أنا أعتقد، بعيدا عن المثالية، أعتقد أنه تتمتع سوريا أو الشعب السوري ببعد عن التسليح وبعد عن الطائفية. أنا أقول لك كلاما واثق منه 100%، الطرح الطائفي ما كان واردا إطلاقا إطلاقا، والتسليح ما كان واردا إطلاقا، بس ألجئوا إليه. أما في الأساس ثورة سلمية، مطالبة بحقوق، مطالبة بأشياء لا بد منها، ثورة الكرامة والحرية. أما النواحي المادية لا أحد يدعو لها إطلاقا. فأنا متفائل أن سوريا بعد الثورة إن شاء الله سوريا أخرى لا نعرفها سابقا، سوريا تعددية، سوريا ديمقراطية، سوريا تكافؤ الفرص، سوريا الشعب واحد، مبادئ واحدة، القيم واحدة. أنا والله متفائل، والتفاؤل من السنة طبعا. يا رب. دكتور، برأيك كمتخصص ورجل دين، البعض قد يقول أو يتبادر إلى ذهنه العديد من الثورات بدأت ونجحت واستمرت وانتهت وعاد الناس إلى بلدهم وعادت الحياة وحظوا بالحرية. باعتقادك لماذا تأخر كثيرا هذا النصر تحديدا للثورة السورية؟ بس جواب دقيق جدا. لو أن الثورة استمرت شهر، الممتحنون من الشعب السوري 5%، كلما امتد أمد الثورة تتسع الدائرة للممتحنين. أنا أرى الآن الممتحنون 90%، يعني هذه الثورة طول أمدها بصالحها، طول أمدها كشفت كل الناس، المواقف كلها كشفت، الجميع مبتلى، الجميع مبتلى. أقول كلما اتسع، كلما امتد أمد الثورة اتسعت دائرة الممتحنين. فأنا أقول ما في بيت الآن ولا في جهة ولا في مدينة ولا في فئة ولا في طبقة إلا امتحنت ونجحت أو لم تنجح، فهذا شيء مهم جدا للمستقبل. أما لو كان شهر امتحن 105% والأمراض كما هي تبقى على حالها. دكتور، رغم إنتاجك العلمي الغزير وتخصصك في مجالات متعددة ما شاء الله تبارك الله، لكنك كنت مبتعد تماما عن الأمور السياسية من القديم. يعني هل هذه طريقة يعني يعتمدها الدكتور محمد في أن يكون شخصية مسالمة ويحظى بالقرب من الجميع؟ أنا لي رأي بالموضوع، رأي دقيق جدا. أنا بسميه
التدخل الإيجابي في السوق. إذا كان شبهنا الدعوة لها سوق، في طريقين، في تدخل سلبي وتدخل إيجابي. للتوضيح لابد من أن أستعير بعض مواقف وزارة معينة، هي التموين. التموين وزارة بهمة بيع البضاعة بسعر معتدل والجودة جيدة، ما هيك؟ ففي لهذه الوزارة أسلوبان. الأسلوب الأول هو القمع، الموظفون يتجولون في الأسواق، المخالفات تضبط، المقصر يقمع، يسجن، يدفع مبلغ فلكي. هذا طريق، طريق القمع. في طريق راقي جدا جدا جدا، طريق التدخل الإيجابي. كيف؟ فهالوزارة في التموين تفتح مؤسسات استهلاكية بتبيع أفضل بضاعة بأرخص سعر بأطيب معاملة، تسحب إلى هذه المؤسسات الناس جميعا. فهؤلاء الغشاشون إن لم يقلدوا هذه الوزارة في طريقة بيعها يموتون من الجوع. أنا أرى هذا منهج بحياتي، أنا بعمل تدخل إيجابي، أقدم الإسلام واضح بنصوص مؤصلة بشرح أصولي، وأنا أطبق هذا الإسلام أمام الناس جميعا. أنا اسمه العمل تدخل إيجابي. أما لو دخلت على المنبر وهاجمت فلان وعلان والفئة الفلانية والطريقة الفلانية، أنا أدخل في فتنة لا تنتهي. فأنا آثرت في منهجي في الدعوة التدخل الإيجابي. أنا لا أدخل في مناقشات ولا في خصومات ولا في مماحكات إطلاقا. أنا أقدم الإسلام منهج واضح، نصوص واضحة مؤصلة بشرح مؤصل، وأنا أطبق هذا. هذا اسمه التدخل الإيجابي. جميل. وأنا أراه أفضل منهج للدعاة. طيب، أيضا من ضمن النقاط التي يعني يجب أن نسأل عنها الدكتور محمد، وهو الجمعية التي أنت تشارك فيها كعضو مؤسس، جمعية حقوق الطفل. نعم. يعني ما سر هذا الاهتمام كرجل دين بهذه الجوانب الحقوقية؟ لأنني أعمل في التعليم بالأساس. أنا أساس بالتعليم، أنا الحرفة الأساسية لي هي التعليم. فأنا أرى هنا الطفل، يعني هذا الطفل أسمن شيء نملكه هو الأطفال. فحينما يهمل الطفل، حينما يعذب الطفل، حينما يدفع الطفل إلى عمل ما بليق، بنكون دمرنا مستقبل الأمة. أنا أرى الأمة في شبابها وفي أطفالها، هؤلاء المستقبل. فأنا أرى أن العناية بالأطفال، ما في نهضة تقوم في أي مجتمع إلا إذا بدأت بالتعليم. أنا مؤمن بالتعليم، وأنا بعتقد أني عملت بالتعليم 33 سنة ما شاء الله تبارك. والله كل عام أتمنى أن يطول أمد التعليم، لأنه أنا أشعر أنه ما في حرفة أقرب إلى الدعوة إلى الله كالتعليم. قال النبي الكريم: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهو الخطأ يبدأ من إهمال التعليم. فإذا علمت هذا الطفل المبادئ والقيم والحضارة الصحيحة، هذا الطفل يصبح أكبر داعم للأمة. نعم. أنا أختم معك حقيقة هذه الرحلة الماتعة دكتور محمد بسؤال. أولا أسأل الله عز وجل أن يمد في عمرك على طاعته. ما هي الطموحات والآمال المستقبلية التي ما زالت عالقة في ذهنك وتصبو إليها في قادم الأيام؟ والله أنا يعني أصبو إلى أن يتسع نطاق الملتزمين بالدين، لأن هذه الأمة وعدت بالنصر، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعدت بالنصر، فإذا لم ننتصر هناك خلل في حياتنا. فأنا كل جهدي أن هذا الخلل أبحث عنه وأن أزيله حتى تستحق هذه الأمة وعد الله عز وجل. الله موجود والأمر بيده، والله قوي والأطراف كلها بيده. فإذا لم ننتصر في عنا مشكلة كبيرة في حياتنا، في عنا خلل خطير، أنا أبحث عن هذا الخلل وأحاول أن أرمم هذا الخلل. هذا طموحي الكبير، أنه حينما نكون كما ينبغي نستحق وعود الله عز وجل. ومرة أخيرة، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أسأل الله أن يحقق لنا ولكم أمانيكم شيخنا الكريم. في الختام شكرا جزيلا على تلبيتك لهذه الدعوة من فور شباب. بارك الله بكم. شكرا. وبقناتكم إن شاء الله. شكرا. تكون هذه القناة دعوة إلى الله عز وجل.
شكرا لك شيخ. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في نوافذ قادمة، طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله. فنستقبل